بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن نتحدث عن الفرق بين السجر مفتوح الجذور والسجر بالأصيص، يعني بتربة، لأنه بتجينا أسئلة كتير شو الفرق بين مفتوح الجذور والسجر في تربة. طبعا مفتوح الجذور الفرق بيناته أنه مفتوح الجذور له أشهر محددة للزراعة، هو الشهر الأول والثاني والثالث، يعني لما بكون السجرة في فترة السكون. أما السجر في التربة فيمكن زراعته في جميع الشهور من عدا الأشهر شديدة الحرارة، نتجنب الزراعة فيها. هذا الفرق بين السجر في الأصيص في التربة والسجر مفتوحة الجذور.